طيب تاني، الشد عبارة عن حرفين ماسكين في بعض، الأول ساكن مع اللي قبله والتاني متحرك. الشد عبارة عن حرفين ماسكين في بعض، الأول ساكن سكون والتاني متحرك لوحده. تمام، شدة وكسرة، أب بي، الألف مع الباء أب، والباء التانية بي، أب بي. أت تي، الألف مع التاء مقطع أت والتاء التانية مكسورة تي، أت تي. أف في، أف في، أف في. أج جي، ما اقفش، بنطق الحرف مرتين. طب انطقه فتحه ولا كسره ولا ضم الحرف الثاني؟ شوف الكسره تحتها ايه، كسره الشد تحتها كسره، يبقى اج جي. اج جي، الف همزه فتحه، ا جي شده وكسره، اج جي. الف همزه فتحه، ا ح شده وكسره، اح حي. الف همزه فتحه، ا خ شده وكسره، اخ خي. تمام، أبي زي كلمة يو، خد بالك أنا بقرأ الشدة إزاي، الياء لوحدها معزولة، يو رب بي. طب أنت قلت يا مستر إن الشدة عبارة عن حرفين ماسكين في بعض، الأول مع اللي قبله والتاني متحرك. طب لو جه وراه مد لازم لا أقوله مع المد، وإحنا عارفين إن المد واللي قبله مقطع، يبقى يو رب بي، يو رب بي. الحاء مع الباء حب، الباء التانية مع مين؟ مع المد، بي حب بي. ها مو حب بي، الميم لوحدها مو، الحاء مع الباء حب بي، الباء الثانية مع المد بالياء محبينا، محبينا. تاني أب بي، يرب بي، حب بي، محبينا. معاذ، آسيا، ساجد، مودع، عماد، رحيم، مصطفى، تاليا، جيسي، عطية، آدم، محمد، حامد، كله معايا. رحيم، مصطفى، ها أب بي، يرب بي، حبي، محبينا. ألف همزة فتحة، آ تاء شدة وكسرة، أتي زي كلمة يو لوحدها، رتي، يرتلو، يو رتي، يرتبو زي كلمة مو رتي، مرتلينا، مرتي، مرت فيش هنا إيه، مرتلينا. الميم لوحدها مو والراء مع التاء رت، التاء الثانية مرتي، مرتي لينا، مرتي لينا. ألف همزة فتحة، آ ثاء شدة وكسرة، أثي زي كلمة مو أثي. حد هيقول لي هنا فين الهمزة؟ أنا ماليش علاقة، الهمزة لها خمس كراسي، الهمزة على الألف، والهمزة على الواو، والهمزة على نبرة، والهمزه على السطر، والهمزه على الياء. انا ماليش علاقه الهمزه قاعده على ايه. لو انت داخل تكلم حد، بتكلم الشخص اللي قاعد على الكرسي ولا الكرسي نفسه؟ لا، بكلم الشخص اللي قاعد على الكرسي. ازيك يا احمد، ازيك يا رحيم، ازيك يا موده، ازيك يا ساجد، لكن مش هكلم الكرسي. فالهمزه هنا قاعده على الالف، انا هنطق الهمزه، عليها فتحه ا، عليها كسره اي، عليها ضمه او، فتحه ا. فالهمزه هنا قاعده على ايه؟ على الواو، مش علاقه بالواو خالص. مو ا ا ا فتحه، مو اثي، اثي، مؤثرو. ها يو لوحدها رت، يرثي، يرثي مع المد بالياء. ها اجي زي كلمه يو اجي، اجي، يؤجلو، يو عجي، يعجلو، يو فجي، يفجروا. أحي زي كلمة يو رحي، يرحبوا، يو سحي، يسحروا زي كلمة مو رحي، مرحبين. أخي، يو أخروا، يو بخي، يبخروا، يو رخي، يرخصوا. تاني، الشد عبارة عن حرفين ماسكين في بعض، الأول ساكن مع اللي قبله والتاني متحرك. تاني، أب بي، يرب بي، حب بي، محب بي، نا. أف أتي، يرتلو، يرتبو، مرتلي، نا. أثي، مؤثرو، يرثي. أجي، يؤجلو، يعجلو، يفجرو. أحي، يرحي، يرحبو، يسحروا، مرحبين. أخي، يؤخروا، يبخروا،
يرخص. طيب انا عايز احلل شد، اعمل ايه؟ احنا قلنا شد عباره عن حرفين ماسكين في بعض، الاول ساكن مع اللي قبله، هناخد الكلمه دي يو رتين يرتل. ها انت قلت ايه؟ انت قلت الشد عباره عن حرفين ماسكين في بعض. طب الياء عليها شده؟ لا عليها فتحه، عادي جدا جدا على ضمه يو. ها فين الشده؟ اهي. فين الحرف اللي قبلها؟ الراء. يبقى التاء والراء مع بعض، تمام. وبعدين حط عليها سكون، انا قلت رت. باقي حرف تاني اللي خدناه من التاء لوحده تي، يبقى يو رت تي وبعدين اللام. كويس جدا جدا. افرض الحرف التاني ده جاي وراه مد، زي كلمة ايه؟ زي كلمة حب بي، اهي حب بي. هعمل ايه؟ الحاء مع الباء مقطع، حب. كويس جدا. هل هقول الباء التانية لوحدها؟ لا، بص كده حب بي وراها مد، والمد واللي قبله مقطع، ايه اللي قبل المد؟ الباء التانية، يبقى بي حب بي حب بي. شدة سهلة جدا جدا جدا، وما يكملش القراءة قواعد القراءة الا بيها، مهمة جدا جدا. تاني، الشد عبارة عن حرفين ماسكين في بعض، الأول ساكن مع اللي قبله والتاني متحرك لوحده. أبي يربي، حبي محبينا، أتي يرتلو يرتبو، مرتلينا، أثي مؤثرو يرثي، أجي يؤجلو يعجلو، يفجرو أحي يرحبو يسحرو، مرحبينا، أخي يؤخرو يبخروا يرخصوا. ده كده كان حصه الشده. والمطلوب مني الطفل ينزل المقاطع عمود، لازم المقاطع مهمه جدا جدا، هو بيقرا يكتب فيها يقراها، والكلمات ينزل بيها عمود ويتملاها ويحللها كلها الى مقاطع صوتيه، لانها مهمه جدا جدا.